السلام عليك يا مصطفى، ايه الاخبار؟ العمليه صعبه؟ لا كويس، خدنا شايف كويس الحمد لله. طيب بس لسه برضو بعد العمليه ده ما بيبقاش الرؤيه النهائيه، لسه ما خدناش علاج خالص. اهم حاجه العمليه تخوف يعني. لا انت كنت متخيلها اصعب من كده مش كده؟ بس هي الحمد لله حلوه يعني، مش بالصعوبه اللي الناس فاكراها يعني. طيب ربنا يتمم شفاك على خير يا رب. الف سلام عليكم. العملية كويسة بتاعت الليزر دي، خلي الواحد يشوف كويس من غير نضارة، مفيهاش أي ضرر بأي حاجة. في ناس بتخاف بيقول العين بتلمع تاني بعديها، أو تبقى العين بتبوس أو أي حاجة، هي تبقى مفيدة مفيهاش أي مشاكل، حلوة العين يعني. الحمد لله شفتها أحسن من النضارة الحمد لله. بكتير، هي كل واحد كان لابس النضارة. الحمد لله، أنت حتى ما شاء الله شفت يوم العملية، أنت روحت لوحدك واشتغلت تاني يوم. الحمد لله ما شاء الله. افضل حتى من لبس النظاره كمان يعني. الحمد لله. اللي هي بتخلي الواحد يبقى شاف كويس كده. الحمد لله. الف سلام عليك يا مصطفى.